اهلا بيكو. ايه هي رسالة الشخص اللي في بالك ليك من عقله الباطن؟ الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع فيه القراءة. من عقله الباطن دلوقتي هيبقى حابب يقولك ايه؟ الشخص ده عاوز يكون جد وحقيقي معاك، وان انتوا العلاقة ما بينكوا تفضل مستمرة او موجودة. هو انتوا هنا ممكن مش كلكم حطيتوا النية على حبيب، على فكرة في ناس حطت النية على حد تاني غير الحبيب، لكن الطاقة رايحة شوية للاتجاه العاطفي. وممكن ان الشخص ده يكون توأم روح ليك، فمش بالضرورة يعني ان يبقى في بينكم قصة عاطفية او المشاعر العاطفية دي. من عقله الباطن هو حابب بس ان انتوا تفضلوا دايما موجودين مع بعض، وكأنكم سند ودعم لبعض في الاوقات الصعبة وكمان في الاوقات الجميلة. ولو هو بيمر بمرحلة يعني فترة انتقالية في حياته، او فترة فيها تحديات او مواقف صعبة كتيرة، فعايز ان انت تكون المرشد او الموجه ليه في الفترة الانتقالية دي، وان انت لا تتوقف عن تقديم الحب ليه، وانك لا تتوقف عن التخاطر معاه او التفكير فيه. ولو هو مثلا بيشوفكم في احلامه كتير قوي، فعايز برضو يفضل بيشوفكم في احلامه، فهو مش حابب ان الروابط اللي بينك وبينه تتقطع ايا كان ايه طبيعة الروابط دي، بالذات لو بتتعاملوا مع حد هوائي او عقرب او بيحمل او الحوت او ناري برضو او